السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس الأسبوع الثالث في اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. ثالثا، أغني معجمي. أشطب الكلمة غير المناسبة. لا أملك، لا أتوفر، لا أقدر. الكلمة غير المناسبة هي لا أقدر. أدركت، جهلت أم عرفت. الكلمة غير المناسبة هنا هي جهلت. رابعا، أفهم. ما الهدية التي كانت الأم ترغب فيها؟ قالت الأم: كنت أريد منك مكنسة كهربائية يا بني. إذن كانت الأم ترغب في مكنسة كهربائية. لماذا لا يمكن للولد شراء مكنسة كهربائية؟ قال لها الولد: تعلمين يا أمي أنني لا أملك ثمنها. إذن لأنه لا يملك ثمن المكنسة الكهربائية. كيف خففت الأم عن ابنها؟ احتضنتني أمي وقالت: كذلك والدك يا بني، لو كان يملك ثمن الدراجة لما تأخر في شرائها. إذن خففت الأم عنه بأن احتضنته. هل ارتكب الولد فعلا خاطئا، فعلا خطأ إزاء والده؟ نعم. كيف يمكن أن يعتذر له؟ يعني أن يقول له: آسف يا أبي، لن أفعل ذلك مرة أخرى. خامسا، أستثمر. أذكر مناسبات أخرى تجتمع فيها العائلة. العائلة تجتمع في الأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى. أرقم الجمل حسب ترتيبها في النص. قدمت لها عطرا، قدمنا لها الهدايا. لو كان يملك ثمن الدراجة لا أملك ثمنها. إذن الجملة الأولى هي قدمنا لها الهدايا، والجملة الثانية هي قدمت لها عطرا، الجملة الثالثة هي لا أملك ثمنها، والجملة الرابعة هي لو كان يملك ثمن الدراجة. أنسج على منوالي. لو كان والدك يملك ثمن الدراجة لما تأخر في شرائها. لو كان لما لو كان عند خالي سيارة لما ركب في الحافلة. الخط، ألاحظ وأكتب. حرف الدال،
منفصلا. حرف الدال متصلا. حرف الذال منفصلا. وحرف الذال متصلا. أهديت أمي عطرا شذيا. أهديت أمي عطرا شذيا. الإملاء. أولا أتدرب، أملأ الفراغ بالدال أو الذال. كلمة أولى ذيل، ذيل. كلمة الثانية رهم، درهم. الكلمة الثالثة لا ياء، لذيذ. كلمة الرابعة ذئب، ذئب. الكلمة الخامسة ور، دور. الكلمة السادسة مي ألف. مداد. أكتب تحت الصورة الاسم المناسب. الصورة الأولى ذبابة. الصورة الثانية وردة. الصورة الثالثة دلو. الصورة الرابعة ذرة. ثانيا أتذكر وأكتب ما قالته الأم في آخر نص القراءة. كذلك والدك يا بني، لو كان يملك ثمن الدراجة لما تأخر في شرائها. التعبير الكتابي. أولا أتدرب، ألون بطاقات أفراد عائلتي. أبي، جاري، عمي، خالتي، رفيقي، جدتي. إذن أفراد عائلتي هم أبي، عمي، خالتي، وجدتي. أرتب الكلمات وأكتب الجملة. وعمتي يوم العيد، جدتي وخالي نزور. ترتيب هذه الكلمات هو يوم العيد نزور جدتي وعمتي وخالي. ثانيا أنجز، أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة. حمله، الزغاريد، المولود، مداعبته. تعود أمي وهي تحمل بين ذراعيها الجديد. تستقبله النساء ب، ويستأذن أمي في و. تعود أمي وهي تحمل بين ذراعيها المولود الجديد.
تستقبله النساء بالزغاريد ويستأذن أمي في حمله ومداعبته. أركب جملة من 5 كلمات من بينها: أتأذن لي؟ أتأذن لي يا أبي باللعب مع أصدقائي في الحديقة؟ شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.